بالنسبة لصرف رواتب الموظفين بكافة عناوينهم الوظيفية، الأطباء والموظفين ذوي المهن الصحية والتمريضية، تم الحمد لله والشكر بجهود الحسابات في دائرة صحة المثنى بصرف رواتبهم إن شاء الله يوم غد، سوف يتم صرف لهم شهرين متتاليين. تم تحويل مبالغ مالية يعني رواتبهم من مصرف الرشيد إلى مصرف الرافدين، وسوف يتم تسليمهم إن شاء الله يوم غد أو بعد غد إن شاء الله. لا إن شاء الله هاي يعني هاي المشكلة هي مؤقتة، على الأشهر القادمة سوف يتم تحويلهم على الماستر كارد إن شاء الله.